محمد ناصر عبد الرزاق عضو تنسيقية المجتمع المدني رئيس سابق في جمعية الرشد المثقفة والعلوم. مرحبا بكم حضرات النواب النائبات والنواب مجلس نواب الشعب. سأتكلم قليلا بلسان البحار يزلنا نسمعه، البحار يزلنا نقربه. البحار اليوم ما عادش بحار متاع عام 60 وعام 50 وعام 70. البحار اليوم حتى في قوت ولاده لم يعد يستطيع. إيش معناه؟ أنه يسرح للبحر ويبات بالليلة وبالليلتين وبالثلاثة ليالي ويجيب المنتوج بتاعه، أولاً ما عندوش وين يبيع المنتوج بتاعه. اليوم الأزمة موجودة أنه حتى بحارتين سبارس باش يقري ولاده باش يوكل ولاده باش يقري ولاده في الجامعة، هذا كل لن يستطيع القيام به، بالرغم أنه هالبحارة هذوما هم جيراننا، هم اخواتنا، هم ولاد عماتنا، هم يعني القرابة الدموية اللي تجمعنا ببعضنا وحاضرين. اليوم راهو البحار يعاني ويستغيث. علاش؟ أنه بأربعة كعبات سبارس ما عادش باش يقاوم الدنيا الموجودة. اللي تكسرت فلوكته باع ذهب مرض، ويلزمكم تسمعها هذه. باع ذهب مرض، شو معناها؟ باع قلادة وتليلة وخلخال، وزاد باع قد ما ملك خلاها له حنينه ولا أبوه ولا أمه باش يصلح فلوكته اللي تكسرت، وباش يقيم بصغاره باش يكبر فلوكه باش يعمل جديد. مسكين يعني ماهوش عارف شنو باش يعمل، شنو قاعد له ولا بلاي هذوما موظفين بلاي اضمن فيا برحمة بوك في قرض بتاع 5-6 ملايين. يعني اللوت هوني اطار في وزارة التربية ضامن تقريبا يجي 20 بالله يعطي، وهذه نضمن لك يرجعوكم فلوسكم بال10 آلاف وبال20 وبال30. البروجي اللي قدمته تنسيقية المجتمع المدني راهو نابع من البحارة هذوما. ما نحبش نقول مساكن، يعني ما لقاوش حظهم وما لقاوش شكون يسمح. اليوم حضرات النواب الكرام راهو باش تسمعوهم وقت اللي راه اني بحار كيما الهادي بوجبر الهادي العجيب، راهو فلوكته وضربتها اليابرون وذراريه ما لقاوش كيفاش باش يصلحوا فلوكه. الهادي العجيب ما تعرفوش هذا شكون هو اللي هرب الزعيم الراحل حبيب بوجيبه، فهمت؟ لا باش يكون براثن الاستعمار يعني هو اليوم يعني ماهوش لاقي باش يصلح فلوكته. بون البروجي اللي قدمته التنسيقية المجتمع المدني هو راهو بروجي متكامل ويبقى من فعل المجتمع المدني، يعني له بيرو ديتو له مركز دراسات، هو فكرة باش نقدموا بها لحضرات النواب. صحيح المساندة راهو يلزم المساندة الفعلية، وكيما ضغطت اني وجماعتي يعني على الاقل سي سمير الطيب وزير الفلاحه باش يقبلنا بحداه ان شاء الله نهار الخميس كان عشنا، وانتم باش تساندونا يعني هذا مما لا شك فيه. راهو هالمدينه هذه ما تتقدم وما تتطور الا بتطور الميناء، فما ايكيفالونس وما فما حتى سيتياسيون بروبليماتيك ولا بروبليم راهو ما عندوش حل. وقت الوزارة الإشراف باش تعطيني 1,800,000 باش تكدس الحجر راهو ستان بوان دانتروغاسيون. البوان هذيك يلزمنا نتناقشوا معاه مع سلطات الإشراف والسيرفيس تكنيك التابع لوزارة الإشراف. هذا ما نطلبه لكي نحقق على الأقل النمو النوعي للمدينة هذه إن كنا نسميها مدينة، ونحاول يعني تمييزها إيجابيا في المخططات اللي يمكن تقوم بها يعني السلطة التنفيذية. اليوم نحكي البحار وين باش يبيع حوته. اليوم البحار يمشي يطبرها. اليوم يلزمني نحكي على سؤال وين يطلع في فلوكته، يطلع فيها في طبلبه
ويطلع فيها في مستير أما حتى ساعة يرضاه عليه ويتسبع 20 سبة وامه اللي في القبر تتشبد وابوه اللي في القبر يتشبد وبرا عاد كان حل مكتوبه باش يعطي 10,000 هذا و20,000 هذا ويا ربيش بعد 6 شهور مثلا نحن اليوم راه يزلنا نتكتفوا مع بعضنا يعني نتكتفوا مع بعضنا نواب شعب سلطة محلية مجتمع مدني وبحارة رانا حاطين ايدينا في ايدينا بعضنا باش على الاقل نرتقي بمستوى العيش نتاع نقول ما بين شغل ديريكت وشغل انديريكت راهو فما قرابة 4,000 عائلة يعني اليوم حتى والله اللي يعمل نصبة نتاع كاسكروتات يعيش في البر اذا يكبر راهو مضى بينا وخيانا مع بعضنا كيما نعاود يعني سلطة تشريعية سلطة محلية سلطة جهوية نتكاتفوا مع بعضنا لتقرير مصير هالمدينة هذه اللي فيها 14,000 ساكن وشكرا على الاستماع.